طيب أمر إلى البروفيسور إبراهيمي، لدي سؤالان اثنان. بروفيسور، هل اللقاحات المتوفرة اليوم هي فعالة جدا ضد السلالات الجديدة؟ هذا أولا. وثانيا، في ظل هذه الندرة وهذا التسابق الشرس والحامي على اللقاحات، ماذا سيفعل المغرب؟ وانا اولا انت تكلمتي غير على الشباب اللي ما كيحترموش الاجراءات الاحترازيه، وانا كنظن كنت ظريفه شويه، انا كنظن الجميع لا يحترم الاجراءات الاحترازيه، خصنا نكونوا صراحة مع بعضياتنا. انا تنقلت نوعا ما هذا الاسبوع في المغرب، وجميع المغاربه تخلوا على الاجراءات الاحترازيه، وهذه الحقيقه. لا انا قلتها في سياق بروفيسور، انكم تحدثتم انتم المتخصصون وقلتم ان السلاله الجديده تصيب الشباب، ونحن طعمنا المسنين واصحاب الامراض المزمنه. إذا الشباب الذين كنا نعتمد على أساس أنهم لا يصابوا كثيرا أو لا يصلون إلى حالات حرجة بالفيروس القديم، الفيروس الجديد يشكل خطورة بالنسبة إليه. وأنا بغيت نقول بأن الفيروس الجديد لا يرحم أحدا. طيب. لا الشباب ولا الصغار ولا الكبار، وقلت بأن الإجراءات الاحترازية في المغرب تخلى عنها الكثير، وهذه هي الحقيقه. احنا خصنا نكون، بما اننا احنا في مكاشفه، خصنا نكون واضحين. المغاربه احسوا بامان معين بعد هذه الحمله ديال التلقيح اللي قمنا بها، وهذه البدايه الحسنه والجيده، وهذا النجاح المرحلي ادى ان الجميع احس بانه ربما خرجنا من الازمه. اذا حنايا خصنا نكون واحد الخطاب ديالنا اللي موجه للمغاربه ككل يكون شفاف، نقولوا الحاله مستقره نوعا ما، وكاينه الامكانيه ان توصلوا باللقاح، ولكن ما عندناش الامكانيه الان، ما عندناش واحد الشفافيه فوقاش غادي يوصل هذا اللقاح هذا. اذا حنا محتاجين هذه الاشهر اللي جايه واحد ثلاثه الاشهر المعينه مثلا بانه نحترموا هذه الاجراءات الاحترازيه. علاش؟ باش ما نوقعوش في شي انتكاسه معينه. هذا هو اللي خصنا بسلاسه كامله وبدون شفافيه كنقولوا بلا درتوش الكمامه، راه كاينه امكانيه لتكاثر الفيروس التي ستؤدي الى ظهور الطفرات التي ستؤدي إلى ظهور السلالات. هذا شيء مفروغ منه باش الناس يكونوا في شفافية كاملة. اللي عملناه بأنه تلقيح ديال الأشخاص وضعية هشة صحيا، وكذلك الناس اللي عندهم أمراض مزمنة والشيوخ كما قلت الأستاذة جوهرة، وكذلك الناس اللي في الصفوف الأمامية، هذا شيء مهم جدا، ربما هو اللي كيعطي هذه الراحة هذه وكيعطي هذه النتائج وهذه الأرقام اللي عندنا الآن. وهذه ما ظهرش غير عندنا حنايا، جميع الدول التي تمكنت من تلقيح واحد العدد معين، احنا في المغرب راه تقريبا في الجرعه الثانيه وصلنا 3.5 مليون، اذا راه تقريبا وصلنا واحد 10%. كنشوفوا بريطانيا وامريكا اللي تما نفس الحاله، هذه المقارنه اللي يمكننا نديروا، ما يمكنناش نديروا المقارنه مع فرنسا، كيبان نفسهم حتى هما في نفس المنعطف، هذا المنعطف هذا اللي كيبقى الجمهور العريض شنو يدير. لماذا لا نقارن مع فرنسا بروفيسور؟ أنت لأن فرنسا أولا عندها 68 مليون نسمة، ولحد الآن لقحت عندها اش كيقولوا لها، لقحت تقريبا واحد 2.7 مليون اللي هما بالجرعة الثانية، إذا واحد النسبة قليلة ديال التلقيح. وكذلك لأن الحالة الوبائية كما قال السي نبيل والسي سعيد ماشي نفس الحالة الوبائية، لأنهما عندهم مثلا في الناحية باريس 100% ديال الإنعاش كاين. إذا علاش حنا ما كنقارنوش مع فرنسا؟ لأنه لما قال لوموند قارن بين الدولتين، لذلك سألتك. طيب. إذا هنا بينما ملي كنقارنوا مع بريطانيا، لأن وصلوا واحد النسبة ديال التلقيح ونفس اللقاح اللي استعملناه حنايا، وكنشوفوا بأن النتائج عندهم هبطات الحالة الوبائية ديالهم، نفس الشيء اللي كنشوفه في المغرب، حتى أنه رصد في اليوم الأحد في لندن صفر حالة وفاة بالكوفيد، والمغرب صفر حالة وفاة بالكوفيد. صحيح، كنا أعلناها في الأخبار. لأن ما عندها حتى علاقة، غير باش الناس يعرفوا. طيب. طيب هذا غير باش نذكر، ولكن هذا اللي بغيت ناكد عليه، هو المغرب عنده هذا الاحساس بالامان اللي بغينا نشرحوا ليه نوضحوا ليه. هو كاينه واحد الازمه، ارجع للسؤال ديالك، ازمه في التزود باللقاحات. ما قدرش اليوم المغرب يخرج اي مسؤول ويقول بان عاد سنتوصلوا غدا ولا بعد غد ولا من دابا اسبوع باللقاحات. اذا بغينا هذه الاشهر هذه باش نتمكنوا بان نجيبوا المجموعه ديال اللقاحات، ونتاكدوا كما قال الاستاذ نبيل الاستاذ سعيد بان الحاله الوبائيه ديالنا مستقره. اللي ما بغيناش نخسروا هو الصيف. إذا حنا كنقولوا الثلاث شهور هذه في هذه المضاربة العالمية حول اللقاح اللي موجودة بواحد، حنا اللي ربحناه والناس ما عرفوش علاش، حنا كنا السباقيين، سبقنا السوق، هذه هي الحقيقة بكل زعما الشطارة، جاب الله التيسير جبنا هذه اللقاحات هذه، استفدنا منها، لقحنا الناس في وضعية هشة صحيا، إذا واخا تكاثر الفيروس ما كيباش بزاف الأثر على الإنعاش. حنا بغينا نتأكدوا من هذه المعلومة هذه، بغينا نتأكدوا بشحال المغاربة داز فيهم الفيروس،
اعطيونا واحد الاشهر معينه للتاكد من ذلك، واذا تبين ذلك راه غادي نخرجوا وغادي يكونوا فرحين جدا باش نقولوا راه الحمد لله المغرب خارج من هذه الازمه هذه، وحنا متعطشين باش نديروا هذه القضيه هذه. علاش؟ لان كنظن واحد التنافسيه كبيره للمغرب، لا بالنسبة للسمعة، لا بالنسبة للبحث عن التمويل، لا بالنسبة للسياحة، باش نقوموا بهذه القضية هذه. إذا هنا كيبان كما كيقولوا باللغة الإنجليزية ترايد أوف، يمكن الناس تقول أرا جازفو دابا وأنا اللي ما بغيتوش، ولكن اللي بغيت نقول نصبروا واحد ثلاثة أشهر ومن بعد إن شاء الله نشوفوا الوضعية تكون أوضح وناخذوا القرار السليم إن شاء الله.